صباح الخير يا حلوين ويا أمامير، إن شاء الله هيك نهاركم يكون حلو عليكم مليء بالخير والرزقة والبركة وجمعة مباركة علينا جميعا. بدي أحكي بس هيك موضوع شوي ضايقني، قاعدة بقرأ التعليقات عندي من مبارح لليوم على مباراة النشامة. طبعا بدي أرجع لهم إن شاء الله ألف ألف مبروك للنشامة للتأهل، وإن شاء الله توصلوا للنهائيات، وكنا أكيد رح نكون في دبي نحضر المباراة. كمية الشتايم اللي إجتني من مبارح اليوم والسب، مش من كل يعني من بعض إخواننا السوريين. يعني أنا بدي أحكي إن أول إشي كتير عيب يعني إنه توصلني هيك شتايم من بعض إخواننا السوريين اللي بيتابعوني. يعني أول إشي هذا منتخبنا وهاي بلدي، وطبيعي أنا أطلع وأبارك لبلدي، مش من حقك أنت تفوت علي وتغلط وتسب. المفروض إنه يكون في روح رياضية عنا، وصراحة كل يعني كل حدا أي يعني أكم واحد بعت لي عملت لهم بلوك لأنهم جد ما بيستحوا، يعني عيب ترى عيب. وبالأول وبالآخر هاي رياضة، هاي رياضة. فبتمنى يعني بتمنى إنه ما يكون في عنصرية عنا في الرياضة، لازم تكون روحنا رياضية جدا. وبالأول وبالآخر لكل مجتهد نصيب، كل واحد اجتهد على نفسه وتعب على نفسه وفاز، وأنا بفتخر بفريق النشامة اللي فاز، وبتمنى أن العنصرية تروح وتزول من قلوبنا وما يكون في عنصرية. أكيد كل الاحترام للشعب السوري، وكل الاحترام للكمان الناس اللي عندي بيتابعوني إخواننا السوريين اللي هنقوني وباركولي لأنه عندهم روح رياضية. أما الأشخاص المرضاء العنصريين اللي بعتولي وصاروا يسبوا ويشتموا، أنا ما بسمح لك تمام، وانتوا اصلا يمكن هلا ما عم تتابعوني انه نعملكم بلوك. فبتمنى انه روح الرياضه تكون موجوده فينا، الروح الرياضيه تكون موجوده. هلا لسه منتخب النشامه لقدام حيكون في له جيم مع بلدان شقيقه لان بلدان نحترمها ونحبها، فبتمنى انه ما يكون في عنصريه، وبتمنى انه تكون روحنا حلوه وروح وحده. بالاول وبالاخر هاي رياضه، احنا ما بدنا نعمل عداوه وما بدنا يكون في حساسيه بين بعض عشان رياضه. ف طلعت هيك حكيت الموضوع انه عن جد الموضوع ضايقني جدا. بالاول وبالاخر احنا كنا بلدان عربيه، كنا بلاد بلاد وحده، وكنا عرب، كنا مسلمين. المفروض انه ما يكون في لعبه ممكن تعمل حساسيه بيناتنا او تعمل كره بقلوب بعض، ونقعد نشتم ونقعد نعلق ونقعد نسوي. انا بنت اردنيه بفتخر بفريقي وبفتخر بفريق النشامه، وطاير عقلي انه احنا مبارح فزنا، وطاير عقلي انه احنا رح نتأهل. الاشي الطبيعي، هذا اشي طبيعي، ولكن نجي نقول هو ممكن الناس اللي بعتولي ما في عندهم اخلاق ولا متربيين ولا. وتحياتي لكم حبايب قلبي، بتمنى انه يعني انا صديقتي هنأتنا وبكل روح حلوة. يعني ما إله داعي كل هذا اللي صار وكل هاي الشتايم اللي وصلتني. بتمنى من بعض كنا نكون إيد واحدة، والمباراة الجاي نكون يكون ما في أي عنصرية، وناخدها بروح رياضية، وهي بالأول وبالآخر رياضة فيها استمتاع. ما بدنا كل هالقصص والحكايات والكومنتات والشتايم اللي عم بتصير. تحياتي لكم حبايب قلبي.